اهلا ومرحبا بكم على قناتي كويزين اولفا، واللي مازال ما اشتركش يشترك بالضغط على زر سابوني وزر الاشعار اللي باش يخليكم تتوصلوا بجديد للقناه. فنبداو مع بعضنا حلقه جديده ووصفه جديده. اليوم باش نعملوا مع بعضنا طاجين الورقه على طريقتي. طاجين الورقه نعملوه في فروحاتنا. هوني عملت 300 غرام فرينه، عليهم 25 ملل زيت، عليهم نصف معلقه صغيره ملح، والماء حسب الحاجه تقريبا 200 150 ملل. هوني عندي صدر دجاج باش نقصوا طروف، وعندي البصله مقصوصه، وعندي ملح وزنجبيل وتابل اللي قلت لكم عليه، وفلفل اكحل وكركم، وعندي بيض مسلوق وكريم فريش، وهذاك الزبده باش نخليها من بعد للتوريق الورقه من بعد، والبيض هذايا باش نخلطوا به من بعد. البيض المسلوق هذاك باش نبرشوه، والكريم فريش باش نزيدوها، والزيتون اللي يحب يحط اخضر ولا كحل ولا كبار ولا اللي يحب هو، و250 غرام هذاك جبن ايمونتال حسب اللي عندكم، على جبن اللي عندكم. هوني طاب باش نبداو بالعجينه. العجينه اللي هي 300 غرام فرينه، عليهم نصف مغرفه صغيره ملح، وعليهم 25 ملل زيت ولا زبده اللي يحب يعمل هكا ولا هكا. نبسسوهم من الاول، وبعد نزيدوا الماء ونعملوهم العجينه نتاعنا ونعجنوهم كيما تقريبا كيما عجينه البقلاوه، لكن هوني انا باش نحلها بالفرينه مش بنشي، خاطر مش متوفر عندي نشي. وماذا بيكم معناها كان باش تخدموها حلوها بالنشي تجيكم ورقه خير واحسن. الفرينه تاكل برشا، هذاك علاش خاطر النشي هذاك هو ما يمتصوش العجينه، ما تمتصش النشي، لكن الفرينه قد ما نحط قد ما يشرب لي. هذاك علاش فما شكون سالني معناها على الفرق بين تحل بالفرينه ولا بالنشي. النشي احسن، ما يصيرش امتصاصه بسرعه كيما الفرينه تمتص ياسر ياسر. حسيلو هوني نعجنوا العجينه نتاعنا ونعجنوها مليح باش تجينا معني ما تتقطعش من بعد، ونقصوها كعابة. انا باش نعمل هوني 7 طبقات من اللوطة و7 طبقات من فوق هكا، هاو معناها 300 غرام كيكاش تعمل لك. هذا الطبق الصغير، انا تعرفوا الطبق نتاع الكوشه نتاعي صغير، اللي يحب الطبق الكوشه يضرب في 2، الكبير يضرب في 2، كل شيء في 2، في الحشو في كل شيء يعني في العجينه. هوني قلت لكم باش نعجنوها مليح، وطريقه العجن نتاع الورقه هاكم تعرفوا كيفاش معناها اللي تبعوني في البقلاوه وكل. بطريقه معناها نبداو مش نقطعوها ما نحطوهاش في الماكينه برشا، نبداو نلمو نعجنو ونلمو باش نتحصلوا على العلك هذاك وما تتقطعناش من بعد الاوراق. انا انتو كان مانيش باش نفرقهم الاوراق على بعضهم، باش نخليهم مع بعضهم بطريقه سريعه وسهله برشا برشا، ما فيها حتى شيء وما تشد لكمش وقت. وهذا رمضان فريمون معناها طبق تنجم تقول رئيسي وحده يعني. هوني قسمتهم لكعابر، وتعرفوا كيفاش نكعبروهم ونلموهم، حطيناهم كعابر. وهوني باش نغلفهم بالفرينه ونخليهم يرتاحوا نصف ساعه والا ساعه ربع باش نجم نحلهم من بعد. لو طون انا مشيت حضرت الحشو نتاعي وطيبت الدجاج نتاعي، وباش نقصوا هوني طروف مكعبات صغيره بالكل. واللي عنده مفروم ينجم يعمل دجاج مفروم ولا لحم مفروم، اما اللحم المفروم ما نعرفش انا ما يعجبنيش لا في اللازانيا ولا في نحسه قوي، لا ولا في الطواجن ما نعرفش علاش نحسه قوي، وما عليناش حاسيلو ديما الدجاج سكالوب يبدا اخف مطعمه. هوني باش نحطهم نقليهم مع طرف البصل وطرف الزيت، ونحطوا الفحات هذوما بتاعنا اللي هما الكركم والفلفل الاكحل والتابل اللي قلت لكم عليه البارح، وزنجبيل والملح والكركم، هذوكم هما معناها الفحات نحطوهم. ما لا تحطوا لا كليل ولا زعتر ولا حتى شيء، خاطر باش مطعمه باش يبقى على مطعم الجبن والطاجين معناها. هوني حط والبصله مقطعه مكعبات كيف كيف، البصل يرجع لكم ليكم انتم تنجموا تعملوا اكثر من الكميه اللي عملتها انا، وطريف زيت باش نقليو فيهم الفحات نتاعنا والدجاج نتاعنا. انا هوني حطيت زيت بزايد، علاش خاطر ما نحبش الطاجين نتاعي يجيني شايح، نقولوا نحنا ما فيهش هكاك الزيوت، انا ما عنديش اللحم الدجاج الزدر ما فيهش شحم ولا حاجه، دونك كنزيدوا شويه في الدهون. واللي باش يعمل لحم مفروم ماذا بيكم تنقصوا في الزيت، خاطر اللحم مفروم كله دهون. زدت شويه ماء لهنا باش يكمل يتيب فيهم، قليته هكا مش قليته هكا دوب ما سخن على النار، زدت الماء ما يسخن، ومش نخليهم يغليو للي يقروا زيتهم نقولوا نحنا،
معناها تولي لي نحن نقولوا تختوخ، يولي مرقة عاقدة هكا باش نجمو نعملو بها الطاجين بتاعنا ويفوح لنا الطاجين بتاعنا، ونستعملوها المرقة هذيك مش ناخدو دجاج ولا في المرقة بالطبيعة. هوني بعد ما ارتاحوا معانا الكعابر بتاع الورقة نحلهم الكل مع بعضهم 14 ورقة، قلت لكم 7 من الوطا و7 من فوق، سهلة برشا الحكاية. الفرن بتاعي يسخن على 180 درجة باش نحطوهم من بعد في الفرن على 180 درجة مدة 35 دقيقة تقريبا، بين 35 و40 دقيقة حسيلو. المهم الفرن ماهوش عالي، وهوني بعد ما حليتهم كما تراو باش نعبيهم بيناتهم بالفرينة، واللي عنده نشاي يعمل نشاي خير خير خير. بالحق معناها في حتى في التكستور من بعد خير برشا. باش يجيكم كي البقلاوه، فما شكون يقولوا بقلاوه مالحه، كل واحد واش يقول. نحنا نقولوا طاجين ورقه، ونعرفوا نعملوه برشا في فروحاتنا. وكيما تراو معناها ركزوا مليح قداش نعبيو فرينة ولا نشاي بالقدا نعبيو باش ما يلصقولناش الورقات، وباش من بعد كي نحطوهم في الطبق ونحطوا عليهم الزبده ونحطوا في وسطهم الحشو، الزبده تدخل لنا بين الطبقات وتبعد تفرق الطبقات على بعضها. معناها كي ناكلوهم تقول علينا ناكلو في طاجين بالباتي، بالبات فريتي بلوتو، كي الباتي معناها يجي المطعم هكاكا. هذا التختوخ نتاعنا والدجاج نتاعنا طاب، نحطوهم بعد في الشقاله باش نخلطوا فيها الحشو الكل، معناها المكونات الكل. هوني البيضات اللي ريتوهم قبيله مسلوقين، برشتهم جويدين معناها كيما طراب البراشة هذيك، وباش نخلطهم مع الدجاج والمرقة. وكيما طراو نخليو العجينة ترتاح، حطيت 7 على اليمين و7 على اليسار خاطر حوض من الوطا حوض من فوق، خليتهم باش يرتاحوا حتى كشلي لي نكمل الحشوة نتاعي. والفرن قلت لكم راه يسخن معايا من الاول، هوني نحط الزيتون نتاعي، اللي يحب كبار، اللي يحب ليمون، اللي يحب، انا ما نحبش الليمون في الطاجين. وهذا 20 مليلتر سنتيلتر عفوا كريم فريش، يعني 200 مليلتر كريم فريش. تبن الكريم فريش طاجين على الاخر على الاخر على الاخر. وهذا 250 غرام الكل باش نحطو ليمون تاع الجبن خاطر غادي بنتها بصراحه. نحنا قبل في الفروحات يعملوا بالدجاجة كاملة، يطيبوهم يقليوهم فك هاك الملفحات هذوكم ويطيبوهم في الماء، ومن بعد نتلموا كلنا نبداو نفتفتوا في الدجاج هذاك باش نحطوهم من بعد. داك العظم نتاع الدجاج يعطي بنة في الطاجين من بعد روعة. معناها كان عندكم فخاض دجاج وكل طيبوهم كاملين وبعد فتفتوهم، العظم يسيب بنة مش نورمال في المرقة. وهوني كملنا نردوا بالنا ما نحبوش الحشو نتاعنا يبدا سايح برشا، راهو اذا كان الحشو سايح برشا باش يسكرنا من بعد. تشوفوا بعد كيف باش نقصوا البقلاوه، قلت بقلاوه هي بقلاوه مالحه، طاجين الورقه نتاعنا كيفاش باش نقصوه. تو تشوفوا من بعد كيفاش يلزم علاش يجي تختوخ الحشو ثقيل شوي. هوني باش نحط البيض كما قلت لكم، مش باش نقول لكم بالضبط قداش خاطر كل واحد وحجم البيضه اللي يستعملها. هوني تقريبا حطيت حارتين ولا 6 تقريبا، والله تقريبا 6 بيضات حسيلو اشار البيض هو حسب الحجم. تشوفوا ركزوا في الغلاظة معناها بتاع الحشو وهكيك طلعوه هكيك تجيبوا، خاطر عندنا كريم فريش وكان باش نحطوا برشا بيض ويبدا كبير راهو باش يجي ياسر ماء. دونك تردوا بالكم في الحكايه هذه، تنجموا تحطوا اقل مني تنجموا تحطوا اكثر مني اذا عندكم اصغر البيض. وهوني انا بدي كنت راهو ما فما بيضه ما حطيتهاش، بالي حطيت حارتين عظام وما حطيتهمش الكل معناها. وهوني حليت الاوراق نتاعي نتاع الوطنيين هذوك، وباش ندهن الطبق نتاعي بالزبده خليت تقريبا 70 80 غرام زبده باش نزيدها زيت من بعد، ونسخن من ذوبهم وندهن بهم الطبق، وبعد نحط على الاوراق كيما باش تشوفوا معايا توا. الاوراق بون تعرفوا كيفاش تحلوهم وكل شيء، قد ما ترتحوهم قد ما يتحلوا معاكم اسهل واسرع. هذه الزبده نتاعي قلت لكم تقريبا 80 غرام، مش مشكله بالعين معناها مش مشكله. اللي ما عندوش زبده ينجم يحط زيت، لكن بنه الزبده وحدها، ولا اللي ما يحبش الزبده في المملحات وكل يحط الزيت، لكن بنه الزبده وحدها نرجع نقول.
سخنتها في الميكرويف باش ذابت شوية، وبعد باش نزيدها زيت ونحط الطبقة الأولى بتاعي ونحاول ننفضوها من الفرينة ولا من شيء كي باش تعملو، سختو الفرينة شيء ما يقلقش من بعد راه يترسب، أما الفرينة اللي تشرب ياسر. هوني ندهنو، نزيد باش نزيد الزيت بتاعي وندهنو الطبق من اللوطة بالقدا بالزيت والزبدة باش يتشربو بعد كالطبقات هذوكم، يدخل معناها في وسط الطبقات، مش معناها بنفس الكمية بتاع البقلية ونصبو معناها نغرقوها في الزبدة. وتنجموا تعملوا حشو على كيفكم، راه مش لازم تتبعوني انا بالضبط شنو عملت فيه الحشو، تنجموا تعملوا حشو على كيفكم، المهم تستطعموه هكا تتبنوه تعرفوه بنين وكل يجي مع الورقه، تنجموا تحطوا خضره فيه، تنجموا اللي يحب يحط يحط، لكن هكا نحنا نعملوه. ونحطوا الاوراق نتاعنا وبعد باش نقبهم بالفرشيطه، ولا نقبتهم بالسكينه باش ما يتكسكسليش يعني، باش كي نحط الزبده كما قلت لكم الزبده تدخل في الطبقات، ومن بعد باش نقصهم كيما البقلاوه معناها يعني باش نقصهم من فوق للوطه مرسوات كبار بطبيعه نتاع الطاجين، باش كي نصبوا الزبده من بعد ونحطوا الزبده يتشربهم اكل نقب هذوكم يتشربوا الزبده ويدخلوا ما بين الاوراق طهيت كيما تراو هكا كميه مليحه زبده، واللي يحب يحط سمن يحط، اللي معناها يحبوا المملحات فيهم مطعم الزبدة والسمن، أنا الله غالب ما يحبوليش، واللي حطيت زبدة زبدة الحق ما فيهش مطعم زبدة، هذايا يمكن زبدة باتيسري يعني ماهيش كلها دهون ماهيش حيوانية وماهيش مارغرين. انا والله ما نحكي لكمش على البن بالحق كما يقولوا سمفونية البن بالحق مش نورمال، مدخم على الاخر سكتو اللي يوسع باله ويعمل هكا حاجة مستوية ويقصهم معناها مربعات مستويين ونضاف يجي ميني سالي فريمون مش نورمال، كي باش تقدم ولا هكا عندك حاجة فرد المرة تعمل ميني سالي هكاكا طاجين ورقة يجي مزيان مزيان وبنين بنين على الاخر، وتنجم تسخنه وكي يقعد لك حتى من غدوة راهو محلاه زادا بنين على الاخر. نحنا ما شاء الله ما حب ياكل حتى شيء، معناها ما حبوا ياكلوا حتى شيء معاه الطاجين، تعشاوه هو وفطرني هو، ما شاء الله هو مطعم قوي بالجبن هذاك علاش. ونحاول نحيو الفرينه نحلو الشطر الثاني ونحطو الحشوه نتاعنا. ريتوني الزوائد كيفاش حطيتهم في الاجناب نتاع البات، من كثرة ما نحبها البات تبدا فيها كالزبده والزيت، وكل ما كثرة ما نحبها نبدا نقرمش فيها ما نخسرش الباقي نتاعها يعني. مو بخيتو مش باش يظهر معناها مش باش يتنفخ، ما فيش خميره باش تنفخ من بعد. ونحطوا الحشو نتاعنا، ريتو السمك نتاع الحشو هكاكا ما تجيبوهش لا اقل، اوكي معناها اقل سمك هكاكا بدا مكبوس اكثر اوكي مش مشكله، ما عندكمش كريم فريش ولا ما تحبوش تعملوا بالكريم فريش مش مشكله، نحنا في الفروحات ما كناش نعملوا كريم فريش اصلا، ما كناش نعرفوا شنو الكريم فريش قبل هذا، من بعد كي عرفت الكريم فريش دخلت عاد في التويجن بتاعنا بنينه بنينه على الاخر تبنن، او عوضوها بالجبن الجبن الابيض هذاك الجبن العربي بنين زاد يجيب بالكدا. ونحطوا الطبقه الفوقانيه بتاعنا من فوق وحسلوا رتابه ترجع لكم ليكم انتوما، ونظموه كيما تحبوا وكيما تشتهيوا وكيما تتخيلوه، انا عطيتكم الفكره طبقه من اللوطه وطبقه من فوق الحشو كيفاش من الوسط، وساهل برشا باش تعمل انك تعمل طبقات ولا تقعد تعمل بالورقه بالورقه وتضيع وقتك نهار كامل. احنا قبل في فروحات نزيد نراهم ولا نبداو معاهم نعاونوهم هكا نحلو معاهم في الاوراق، معناها نبداو هكا تبدا المراه الكبيره ديك المعروفه عاد هي ما شاء الله تبدا تحل الورقه وتعجن وتقد وكل، ومن بعد تجي تقول لهم يعاونوني في شدين الورقه باش نحلو ونحطو، هذيك تعجبنا اللقطه الاخرى نتاع نشدو معاهم الورقه تبدا هكا كلها مشخشخه بالزيت ولا بالزبده ونحطوا فيها فوق بعضهم هذيك بحلاها نتاع لما، اما طوى واحد وحده وعهد السرعه مش نتاع باش تقعد تستنى بالورقه بالورقه ولا تقعد توسع في بالك وكل، اكل كل مع بعض وبعد صب الزبده والزيت وطيب يدخل الكل مع بعضه مش مشكله، وما تخافوش لهنا الزبده مش بتدخل في وسط الحشو،
باش تقعد كاين في البات نتاعنا. وهوني قصيته على كيفي، حبيته هكا يكون كي المعاينات شويه كي برج بقلاوه مكبار، وما تخافوش معناها مش باش يطلع لكم هذاك برشا من فوق، وماهوش باش يفزت لكم المنظر معناها من برا. وهوني دهنته بالزبده والزيت. هوني راني نسيت باش نعمل حاجه اللي هي نحضر البيضه معناها ونعظمها ونحط فيها شويه حليب، نحلها بشويه حليب وشويه قهوه انا نحطها هكا باش نعطيك المنظرك الدوري هذاك. دوب ما تدخلهم للفرن، دوب ما تدخل للفرن الطاجين نتاعك، هو يشربك الزبده نتاعو وانت تخرجو، تعاود تخرجو وفي ساعه تدهنو بالعظم هذاك البيضه هذاك وتعاود ترجعو باش يعطي اكل لمعك الدوري هذيك. انا في الاخر معناها تفكرت الحكايه هذي، وديما عندي فازه هذي كان تذكروا نعمل باتي، عملت باتي قبل كيف نسيت باش نعمله البيض. كل مره هكاك فما حاجه الخبز ولا كل ديما نفكر في اخر لحظه وبعد نقول اي مش لازم خليه يقعد هكاك على كل منظر معناها بتاعو كل باش يخرج اكلي هكا يلقوا مزيان. وماذا بينا ندهن الزبده في التراكن كلها ونقبوهم من بعد كل عاده باش يدخل في الجناب هذوكم وانا نحبهم كل الجناب، بعد نقصهم ونقرمشهم ياسر بنين يعجبوني الاحراف يعني بتاع الطاجين. وحطيناه في الفرن كما قلت لكم على 180 درجة مدة 37 ولا 40 دقيقة انتم والفرن نتاعكم. المهم تحطوا السكينة بعد معناها في النص ساعة ولا 25 دقيقة تحطوا السكينة وتشوفوا اسكو طاب ولا ما طابش، حمار من فوق ولا ما حمارش. انا هوني قربته للشواية بعد في الاخر شعلت عليه الشواية من فوق وحبيته يحمار شوية كما قلت لكم، ما عملتلوش البيض باش يخليه يلق، حبيته يحمار يخي غميق لي برشا من الوسط وكل شيء. مش مشكلة كما تراو هاكم اوراق محليهم كل ورقة وحدها من فوق ومرتوب من داخل ومزين، وكان تراو البنه حسير وذوق البنه مش نورمال بنين على الاخر. بعد ذلك عاد نحيو الاحراف ونظفوهم ونرجلو لهم امورهم ونقدموهم في احسن صوره وبنين على الاخر. قلت لكم في رمضان هذايا مع شربه وسلطه وحده وربي لك الحمد بالحق ويكفي ما شاء الله، حاجات شيحه وبنينه. وان شاء الله تجربوا هالوصفه وان شاء الله تعجبكم وشوفوا لي فوي كيفاش فريمون روعه. وان شاء الله تجربوه وتعجبكم، وكل عاده تعليقاتكم ولايكاتكم اي سورتو لايكاتكم. ساعات نحس اللي معني ما يعجبكمش الفيديو تمام، ما يعجبكمش الفيديو بالحق نحس روحي هكا ديموراليزي شويه نشوف سورتو هكا كديزلايك هذاك استنست بيه، يعني لازمك الستة سبعة من الناس ما تعجبهمش الحكاية وكل. أما بالحق معناها شوية هزيم مورال وكها حاسين. إن شاء الله في فيديو آخر، إن شاء الله حلقة أخرى، ونخليكم مع بقية تصاور الطاجين وبسلامة.